المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 بأرض المعارض بمدينة نصر الذي تحل عليه المملكة المغربية ضيف شرف. معرض هذا العام فيه أشياء إضافات كثيرة عن العام الماضي. احنا مثلا عندنا اهتمام كبير بالأطفال هذا العام، عاملين لهم جناح مخصوص فيه فنانين وورش لتعليم الأطفال فن الرسم يقعدوا يرسمهم، بالإضافة إلى كتب. يعني لأن احنا كنا بنعمل زمان معرض كتاب الطفل، دلوقتي ما بقيناش نعمله، فإحنا بنحاول إن هذا الجناح الضخم يكون بديل لهذا المعرض. المعرض مفتوح السنة دي وكل الناس مشاركة فيه، زي ما قلت من شوية ممكن نشد خط السنة دي كده ونقول إنه معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح مشروعا قوميا. أهمية المعرض بصراحة بتكمن في القدرة على إن احنا نعمل معرض الكتاب كفعالية دولية وثقافية بتضم طبعا ناشرين من كل الدول العربية والعالم كله. المعرض السنة دي بينعقد في نفس موعده، وده في حد ذاته نجاح. المعرض سيستمر حتى 10 فبراير المقبل، وتحمل هذه الدورة شعار الشباب وثقافة المستقبل. هذا المعرض تلتقي ثقافات العالم، مصر لها دور ريادي في نشر الثقافة في الوطن العربي والعالم كأجمع. مصر كنز من كنوز التاريخ منذ عصور قديمة طبعا. السنة دي اللي شدني بصراحة عنوان المعرض هو الشباب وثقافة المستقبل. موضوع المعرض السنة دي مهم جدا وشيق، وأتمنى فعلا أن يكون للثقافة دور كبير في تشكيل وإدراك وعي الشباب. يشارك في هذه الدورة 35 دولة، منها 16 دولة عربية و6 دول أفريقية و13 دولة أجنبية، ويبلغ عدد الناشرين 670 ناشرا. نعتز في المغرب الثقافي بهذا التكريم الموجه إلينا من طرف الأشقاء المصريين من خلال استقبال المغرب الثقافي كضيف شرف بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. لكل شخص ذوقه الخاص في اختيار الكتب وطريقته في تخيل سطور الكلمات، لكن الوعي عملية غير متعلقة بالكم، وإنما عملية محورها المستقبل، وهو الطموح الذي يسعى له معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعنوان الشباب ثقافة المستقبل. سارة شلبي، صباح دريم.